لا ماشي اللي جي من مصطفى، انا هو اللي ساكن في الدار اللي وقع فيها المشكل، وكنتفاجئوا من هذا الشيء. طاحت انا الدار ماشي 11 لاروب ديال الليل، ولكن ما بالي المسؤولين ما داروا معنا حتى شي حاجه، ما تسوقونا ما والو. انت كتشوف الدار عندكم تتلف الديور اينه تسقط ولا؟ اي مسجله ودافع الدوسي ديال الاستفاده المقاطعه، ولكن تحت دابا عام 2018 ما كاين حتى حاجه. حتى وانت فين ما كنمشي ما كيعطيونيش وقت، ما كيتسوقونيش، كيقول لي ما كاين والو سير بحالك، تكون شي حاجه نعيطو لك في التليفون. ما كاين والو، ومن 2018 ما بغى يكون والو. ما تحضرش انت فيك؟ ما تحضرش. يلاه باغي نطلع للدار، انا باغي نطلع للدار. عيط عليا واحد الدري صاحبي في هذا الحانوت هذا، قال لي جي نهضر معاك، خلي الباب محلول وانا نجي عنده. مع ديك الوقفه اللي وقفت عنده يطيح، وجاري كان في الدار هو وليداته، ما خرجتها طاحت الدار علاش خرج. انا قلت واقيلا راه جاري مات، ولكن بحوزي الارض ما وقع والو الحمد لله. وانت الحاله الصحيه ديال جارك؟ نعم الحاله الصحيه ديال جارك هو الحاله النفسيه، الحاله النفسيه متدهوره الى اقصى درجه. ما نكذبش عليك، واحد الدري زوين وعنده وليدات، عنده مو وعنده جوج وليدات، وعنده خوتو وعنده خالتو وخدام عليه. ما هو ايوا راكم ضرر، غادي يكون ضرر هو، راه كلشي غيمشي هوبا. شحال المده وانت ساكن هنا؟ نعم شحال المده وانت ساكن؟ انا ساكن تقريبا واحد 65 عام وانا ساكن هنا. هذاك جاري كان صغير هنا، جيت لقيته باقي كاع ما كان مو باقي كاع ما تزوجش. بالنسبه للرساله ديالك شنو تقول لي؟ هو الرساله ديالي كنطلب من المسؤولين نشوفوا شي حاجه، يديروا لنا شي حل، سيدنا الله ينصروا ويعاوننا. دابا انت الدار اللي ساكن فيها طاح، انت كتشوف فيها متشرد؟ دابا انا متشرد من البارح، من البارح وانا متشرد. شنو الحلول اللي قدامك؟ والحلول ما بان لي حتى شي حل بالنسبه لي انا، ما بان لي حتى شي حل. كيبان لي بالنسبه للسلطه ما مسوقاش، يعني رانا متشرد دابا. ما جاش عندك القايد؟ ما القايد جا البارح، وجات البومبيه عداروها وزادوا بحالاتهم. جيت هاد الصباح هذا كنلقى ما كاين حتى شي حاجه والو، لا قيد لا مسؤولين لا حتى شي حاجه. ما علمكش مثلا بتسريع الاجراءات؟ شنو ديال هاد الاجراءات؟ الاجراءات انا راه دافع، انا دافع عليهم، انا عاطيهم الوثائق ديالي، عاطيهم كل شيء، ولكن ما كاين حتى شي حاجه. انا القيد حدو كيقول لي، قال لي البارح قال لي قلنا لك سد الباب وخرج. قلت له ودي فين غادي نمشي؟ انا ما عندي باش فين نمشي بعدا، وما عندي باش لا باش نكري لا والو. ما مشيتش كري كيقول لك 6 مليون، انا كون عندي 6 مليون 3 مليون ندفع ونتبع الطريطه، علاش غنبقى تابع الاستفاده؟ ها؟ ما كاينش، وانا ما خدامش، ما عنديش الاولاد واختي، كي غادي دير لها؟ انا ما فهمتش. انا ما نكذبش عليك، كنطلب من الله وسيدنا يديروا معنا شي حل، هادشي اللي كاين. شكرا. وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.